كل ما تقرب له أكتر كل ما زاد غموضه. خلك خبر وزاعك، خلك سلعة وباعك، واللي في إيده سرك يقدر يروي ذراعك. مين الكاهن في دول؟ تفتكروا إيه الموضوع وإيه الماسكات اللي أنا ماشية وسطها والريد كاربت اللي أنا دلوقتي عليه؟ وحنروح على فين؟ هروح على عرض خاص مهم جدا لفيلم جديد دلوقتي هنشوفه مع بعض، بس فيلم أنا سعيدة بيه لأنه بيجمع كوكبة كبيرة من النجوم، والنجوم اللي بتعشق الفن، في كل واحد منهم لابس ماسك. لو شلنا الماسك من على كل واحد هقول لكم الكاهن الأول حسين فهمي، الكاهن الثاني محمود حميدة، والكاهن الثالث جمال سليمان، والكاهن الرابع فتحي عبد الوهاب، والكاهن الخامس إياد نصار، ومعاهم بنوتة حلوة ونجمة حلوة درة. كل ده بقيادة مين؟ عثمان أبو لبن. طب إيه الحكاية؟ هنعرفها دلوقتي حالا لما ندخل العرض الخاص. هل في مجلس سري في العالم بيتحكم فينا؟ لو كملوا على الحالة دي حياتنا كلها هتبقى في ايديهم. حاول تفهم اللي كان شغال عليه بالظبط ومع مين. دي حرب هتبتدي بينا. ما شغالين سوا على حاجة أكبر من قضية قتل مصطفى. مين اللي بيحاول يخلص منهم يا علي؟ اللي فاكر نفسك النهاردة أكبر منه بكرة جايز تقلب البحر عليه عشان تلاقيه. حاولت الاقي الدليل اللي يثبت ان التنظيم فعلا موجود. هدفهم السلطه والفلوس وفكر نفسه. احنا كمان هنقول يعمل ايه وما عملش ايه؟ دوري انا يعني عايزين نشكر عثمان ابو لبن ان احنا نشوف عمل بيجمع عمالقه الفن، وحسين فهمي بيختم السنه دي بالسينما وبيرجع لنا بدور مهم وفيلم مهم. اكيد الورق في حاجه بتجمعكم. الورق قايل وبقى المجموعه هايله، شفتي الزملاء كلهم حاجه جميله جدا، يعني شيء ممتع ان احنا نشتغل مع بعض. يعني دايما الناس تقول ما ايه، نقول عايزين نشوف مجموعه من النجوم، يقول ما فيش ورق يجمعنا، كل واحد عايز مساحه معينه. ايه اللي في الورق ده قدر يجمع النجوم؟ الموضوع هتتفرجوا على موضوع مهم جدا يهمنا كلنا في العالم كله انه يتفرج عليه، لانه موضوع عالمي يونيفرسال يعني بمعنى ده، والشخصيات كلها شخصيات نقدر نقول انها حقيقيه. يعني ده مش عايز ابوظ الفيلم اصلا، مش فوسي تحرق. انت عايزه تحرقي؟ والله ما هحرق، بس هل ممكن يكون في قوه خارقه بتدير العالم؟ ايوه، في قوه خارقه بتدير العالم، وده اللي بنقوله في الفيلم. ممكن القوه دي تكون حسين فهمي. ايوه، ممكن يكون هو الكاهن. هو ما اعرفش، احنا كلنا كهنه. قبل ما تدخل بس اقول لك كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك علينا جميعا، وعايزين السنه الجايه تبدا بالسينما بقى باذن الله. ان شاء الله ميرسي. تمتها السينما تعمل برضو نفتتح تفتتح إن شاء الله بالسينما. إن شاء الله. كل سنة وانت طيب. سنة سعيدة وألف مبروك. مرسي مرسي. أنا سعيدة جداً جداً، وأكيد المبدع جمال سليمان استمتع وانبسط جداً بكواليس هذا الفيلم، لأن اللي بيعشق الفن أو اللي بيحب الفن يحب يلتقي بعشاق الفن في لوكيشن واحد. وأكيد أستاذ جمال سليمان التقى بمجموعة وكوكبة مهمة من النجوم، استمتعت معاها واستمتعت بالورق اللي خلاكم كلكم ما تقولوش لا. ده حقيقي محمد ناير كاتب ورق جميل جدا، سواء من ناحية الفكرة، يعني الفكرة شوية يعني مختلفة عن اللي موجود يعني في الانتاج السينمائي العربي عموما، وفكرة جديدة جدا ومعاصرة جدا، ومكتوب بطريقة كمان مشوقة بطريقة جميلة. وزي ما قلت يا بوسي، يعني الواحد رائع جدا انه يشتغل يعني فيلم مع مخرج انا بحبه جدا، يعني عثمان ابو اللبن، يعني تجربه اخراجيه يوم عن يوم يعني بتكبر وبتنضج وبتبدع اكتر، وكاست رائع وعظيم، يعني حاجه جميله ان الواحد يلتقي مع
يعني محمود حميدة ومع حسين فهمي ومع اياد نصار ومع درة كله في فيلم واحد، يعني ده شيء جميل جدا. اكيد يمكن انت عملت ده او التجربة ديت انك التقيت بكوكبة من النجوم كان في ليلة البيبي دول، وبتعيد التجربة تاني ان انت بتتقابل مع اكتر من نجم. هل دلوقتي بقى في ورق يستوعب وانتاج يستوعب ان النجوم دي كلها دائما في لما يبقى في نية بيبقى في ورق، يعني زي ما تفضلت يعني كان في عمالقة بالبيبي دول، يعني كان أستاذ محمود عبد العزيز، أستاذ نور الشريف الله يرحمهم يعني، وعدد كبير، أستاذ ليلى علوي، يعني مش عاوز أنسى حد، يعني كان في يعني مجموعة من يعني من محمود حميدة طبعا، يعني من كبار نجوم السينما والتلفزيون. لما النية بتبقى موجودة وشركة الإنتاج عندها فكرة، تأكدي إنه ده يعني شيء ممكن، يعني بالعكس نحن بننبسط. يعني أنا شخصيا بيسعدني جدا يعني أبقى بفيلم مع ممثلين كبار وعمالقة ونجوم حقيقيين يعني عملوا اسمهم خلال سنوات يعني من الإبداع ومن من الإخلاص للمهنة. الأفيش وكل الريد كاربت ماسك بيداري الوجه، الماسك اللي لبسه جمال سليمان عشان يداري شخصيته من خلال الدور. هو دلوقتي هتشوفيه بالفيلم، هو الفيلم قائم على هذا الغموض، لأنه هو الماسك ده هو يعني له معنى كبير بالفيلم، لأنه هو يخفي حقيقة هذا العالم. يعني العالم ده بنشوفه بشكل معين، ده الوش بتاع العالم، بس يعني ده الماسك. يعني ايه اللي ورا الماسك ده؟ ايه حقيقة هذا العالم؟ مين بيدير هذا العالم؟ مين بيتحكم بهذا العالم؟ دي اسئلة كبيرة يعني الحقيقة. يعني لما يقولوا لك مثلا انه السلعة الفلانية غليت، يعني والله الذهب غلي، او مثلا النحاس رخص مثلا، او البن مش عارف حصل له ايه، او السكر حصل له، يعني العالم ده بيندار ازاي؟ ده السؤال الكبير. يعني ممكن نقول الماسكات دي معمولة علشان نقول ان الفيلم عايز يعمل عالم افتراضي يقول فيه اللي هو عايزه، مش مرتبط بمكان او زمان. لا، هو الفيلم بيتكلم عن القوى الخفية اللي وراء الاحداث، وراء الحياة البسيطة اللي احنا بنعيشها كل يوم، واللي احيانا بنتعامل فيها مع الاشياء على انها اقدار، على انها يعني ما نعرفش مين عمل كده يعني، بس هي بقت كده. مين القوة الخفية بقى؟ القوة الخفية بقى اللي هتشوفيها بقى بالفيلم. ده اللي هتشوفيه بالفيلم، وده من زمان يعني، من مئات السنين، يمكن من الاف السنين، دايما العالم ده في كهنة بيحركوه، يعني في ناس ورا، يعني هي اللي بتحرك وبتقول الناس هتعيش ازاي، والناس بأي مستوى هتعيش، وإلى آخره. يعني الأفيش بتاع الفيلم يوديك ان انت ممكن تشوف فيلم سياسي، ممكن تشوف فيلم ساسبنس، ممكن تشوف فيلم رعب، ممكن تشوف حاجة تانية خالص. ده حقيقي. ده حقيقي، لأنه هو بالآخر سينما، ولازم تبقى ممتعة، الفن لازم يبقى ممتع، لازم يبقى مشوق. بس يعني من خلال التشويق والإمتاع والأكشن، وأحيانا قصة الحب اللطيفة، وأحيانا إحنا هنقول إيه؟ دي الخلطة السحرية دايما بأي عمل فني، إزاي تبقي مشوقة وتبقي جماهيرية والناس تتابعك، بس بنفس الوقت يبقى عندك يعني كلمتين مفيدين هتقوليهم. المضمون اللي بيقوله جمال سليمان او الكلمة المفيدة، او ليه عملت الدور؟ اكيد عشان حاجة عايز توصل. لاني حبيت الفيلم، حبيت الدور، حبيت المشروع ككل، حبيت ابقى مع يعني هذا الكاست الرائع، وحبيت اشتغل مع عثمان تاني، لانه احنا عملنا سبق مسلسل انا بعتز فيه جدا اسمه صديق العمر. وحبيت انه نكرر التجربه دي يعني، بس مرة سينمائيا. بس سينمائيا طبعا دي نقطه، انت فكرتيني ان انا تلفزيونيه، دي نقطه سينمائيه عموما، لاني انا بحب اعمل سينما يعني. مفيش فنان ما بيحبش بالظبط، فلما بتجيلي فرصه يعني اكيد يعني
مش هسيبها تعدي كده يعني. أكيد. بنختم 21 بالسينما وبنبدأ 22 بالتلفزيون. إن شاء الله. أنا دلوقتي في لبنان عندي مسلسل اسمه ظل، هعمل فيه دور فاشن ديزاينر. هنشوف بقى هتاخد إلي صعب ولا زهير مراد. هنشوف. فبعمل فيه دور فاشن ديزاينر، عنده حكاية لطيفة يعني بطفولته وفيما بعد يعني، والمسلسل يعني لطيف ومشوق، والمسلسل بيحكي فكرة حلوة جدا انه يعني احنا صعب اننا نهرب من ماضينا، وصعب ان الفواتير ما تبقاش متسددة يعني اللي ما دفعناش ثمنه من 20 سنة جايز ندفع ثمنه النهاردة. ما فيش حاجة بتعدي كده في الدنيا يعني، كل حاجة وليها ثمن. فالمسلسل مشوق ولطيف وحلو، وبعمل بنفس الوقت مسلسل برضو أنا حابه جدا، هو 15 حلقة، إخراج نادين خان، اسمه فوق الـ18، مسلسل اجتماعي وإنساني وكده لطيف جدا يعني. يعني نقدر نقول ان 22 داخله على برج العقرب وعلى جمال سليمان بالنشاط والعمل بعد يعني شويه. 21 كان فيها شويه ركود يعني. لا والله 21 كانت حلوه. انا عملت مسلسل الطاووس، فانا طبعا 2021 بالنسبه لي كانت سنه حلوه لاني انا عملت فيها مسلسل الطاووس. هلا الفلكيين كلهم بيقولوا انه السنه دي سنة العقرب، الحوت والعقرب. والله طب ألف مبروك. السنة الذهبية للحوت. قلت له من كتر ما بتقولوا ذهبية هينقوا علينا. إن شاء الله يا رب تبقى سنة حلوة على كل الناس. أكتر حاجة نفسك تحققها في 22 غير النجاح لأعمالك اللي أنت داخلها؟ أتمنى إنه 22 تبقى نهاية الحرب في سوريا. يا رب. أتمنى أن سوريا بقى ترجع، وأتمنى أنه نحن نخلص من هذا العذاب وهذا الألم، وأتمنى أنه ما يبقاش في سوري لاجئ ولا سوري مشرد ولا سوري عايش تحت الخيمة، وما يبقاش في أطفال سوريين مش قادرين يروحوا مدارس، ما تبقاش الناس عايشة بهذا يعني الفقر والحاجة يعني شيء مؤلم وصعب جدا يعني. أتمنى أنه 2022 تبقى نهاية المأساة السورية ونعيش ببلد يعني محترم ودولة قوية ديمقراطية بكرامة وسيادة القانون، وكل الناس يعني يتجاوزوا كل الانقسامات الطائفية والعرقية، وما يبقاش في إرهاب، وما يبقاش في تطرف، وما يبقاش في ناس حاملة السلاح وميليشيات وكده، ويبقى في دولة حقيقية قوية وناس عايشة بسعادة، وفي قانون بيحكم الجميع يعني. إن شاء الله يا رب. أنا بضم صوتي لصوت الأستاذ جمال سليمان، أمنيتي في السنة الجديدة سوريا ترجع تاني، ونرجع نروح سوريا ومهرجان سوريا، ونشوف أهل سوريا في بيوتهم مع أولادهم في شغلهم، وإن شاء الله تتحقق الأمنية في 22 ونكون هناك كلنا في سوريا إن شاء الله. بشكرك جدا، وهسيب الأستاذ جمال سليمان للكاميرات وللعرض الخاص لفيلم الكاهن. ألف مبروك وسنة حلوة عليك إن شاء الله. كل سنة وانت يا حبيبتي. شكرا. بس وانت طيب. صباح الفل يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وسنه سعيده عليكي. انا بقول السنه دي كانت حلوه بقى، انت بالذات لازم تعترفي وتقري انها كانت سنه حلوه. الحمد لله. بتختميها فيلم مهم جدا كمان، وانا بقول انت النجمه الوحيده في وسط الكوكبه من النجوم اللي كل واحده تتمنى انها تشتغل مع واحد منهم.
فالتعامل مع أحلى النجوم اللي وقفوا قدامك، في منهم اشتغلتي معاهم، في منهم أول مرة بتلتقي بيهم في الكاهن، فكلميني عن التجربة الحلوة دي. تجربة حلوة فعلا، وأنا كنت مستنية الحقيقة بفارغ الصبر الفيلم، على قد ما أنا خايفة ومتوترة على قد ما أنا فرحانة الحقيقة وفخورة، حاسة بسعادة وفخر. عارفة في أعمال بتعمليها طبعا كل واحد، يعني كل الأعمال الواحد بيحاول يختارها كويس ويعمل أعمال جيدة، بس في أعمال تحسي إن هي علامات أو حاجة هتفضل في تاريخك زي العمل ده. كفاية إن أنا موجودة مع الأساتذة الكبار وكل المجموعة العظيمة دي، سواء يعني من الجيل اللي أكبر شوية أو من جيلنا. وزي ما أنت قلتي يعني البطلة الوحيدة دي مسؤولية كبيرة إن أنا أكون قدها. والحقيقة أنا بشكر يعني أستاذ عثمان أبو لبن اللي هو شاف فيا ده وشافني في الدور ده، مع إنه يعني حاجة مختلفة عن اللي أنا قدمته قبل كده. وفي نفس الوقت طبعا استمتعت جدا بالشغل معهم كلهم، قد ايه هي الكواليس كانت هاديه، في التزام، في انضباط، وفي في نفس الوقت يعني اجواء حلوه وهزار وكل حاجة، بس في نفس الوقت كنا بنبذل مجهود كبير في الفيلم. الفيلم ما كانش سهل، سواء على اللي قدام الكاميرا أو اللي ورا الكاميرا. الفكرة اللي فيه برضو فكرة معقدة شوية وصعبة، ومحمد ناير دايما عنده أفكار في ساسبنس، وفي مسج يمكن رسالة يعني هتشوفيها من خلال الفيلم يعني موجهة للعالم، أو تساؤلات كتير على اللي بنعيشه دلوقتي واللي احنا شايفينه واللي احنا مش شايفينه بالظبط. فطبعا ده برضو مهم. فأنا الحقيقة يعني فخورة النهاردة بالفيلم، وأتمنى بجد أنه يوصل للناس وأنه يعجبهم، وأن الدور اللي أنا قدمته لأني يعني بذلت فيه مجهود طبعا، حاولت أقدم حاجة كويسة ومختلفة وإن شاء الله توصل للناس. شخصية جديدة عنك ما عملتهاش قبل كده؟ الشخصية جديدة في الأحداث اللي بتحصل وفي الطريقة اللي قدمتها بيها. يمكن أنا قبل كده عملت دور صحفية على فكرة، مش أول مرة. عملت في بعد البداية وكان مسلسل ناجح. يعني لكن في السينما لكن ما عملتهاش. في السينما ما عملتهاش. وفي السينما مختلفة، وكمان أنا حابة في الشخصية قوتها، يعني على قد ما هي بتواجه وبتتحدى وعندها القدرة ان هي تتحدى حاجات يمكن الرجالة يخافوا يتحدوها بكل، وبتنتقم وبتاخد حق، يعني هي بتسعى لده ومؤمنة بفكرة معينة بتحاول توصل لحقيقة معينة، وده مش سهل انت تلاقي ده. وانا دايما مع فكرة يعني على قد طبعا ما هي عندها ضعف في حتة تانية في علاقتها الانسانية، يعني هنشوف بجوزها ببنتها، لكن عندها قوة. انا يعني بقدر جدا الستات او المراه اللي بيكون عندها ده، يعني اللي بتعرف تحارب وتوصل اللي هي مؤمنه بيه. هاني ابو لبن بيغير جلده في عثمان. طبعا انت هاني عشان جوز. انا عارفه انا عارفه يا هاني. تعالي يا هاني تعالي، عشان انا دلوقتي بغلط في اسمك. بتقولي انت قلتي هاني علشان انت بتحبي هاني، ولازم الناس كلها تعرف ان احنا بحبك كل سنه وانت طيب وانت بالصحه والسلامه. لا عثمان ابو لبن قلت لها هاني، فقالت لي ده حب. انت بقيت مخرج. يا رب نشوفه مخرج، بس هو بيخرج ابداع في مجال الحقيقه، هو مبدع جدا في مجاله. ده حقيقي. وعايزه اقول ان هو فنان يعني لا يقل قيمة وفن ونجاح وياخد الأوسكار زيه زي نجوم الفن، يعني بجد في مهنتك، لأن بجد أنت في حتة لوحدك. يعني ربنا يكرمك، ده يعني شهادة بجد. المكان ده عامله هنا أقول أشتري فيه على طول، هشتري هنا على طول. ربنا يكرمك يا فوسي، والله يعني شهادة على راسي من فوق والله. يعني قبل ما نروح للفيلم، عايز أعرف 2021 مع دورة اختلفت فيه؟ لا في كل حاجة أحلى كتير بجد والله. الدنيا حلوت قدامي طبعا. مش كده؟ طبعا طبعا بجد. الحمد لله يا رب دايما كده، ويا رب انت تسأليه كل يوم عشان اقول الكلام ده، لان مش بقوله على طول. والله بقول بس ايه يعني مفيش فايدة. برج ايه؟ ميزان. الميزان بتاع تصرفات مش بتاع كلام، يعني يديك التصرفات لكن ما يديكش اسطوانات. مش بتاع اسطوانات يعني، يديك فعل ما يديكش اسطوانة. عايزين الفعل والله مش الكلام. والله عايز ايه من 22 انت؟ والله عايز الدنيا تبقى يعني مستقرة، والكورونا بقى يعني ربنا يزحها عننا، والناس تبقى مبسوطة ومرتاحة. يعني احنا بقالنا فترة في ضغط نفسي وبرشر جامد جدا، نفسي الناس كلها تبقى يعني بالها يهدى ويعني
ربنا يجعل كده في سكينه وراحه تبان لينا كلنا ان شاء الله. انت كان وشك حلو على دور السنه دي، عملت حاجات حلوه وبنختمها بفيلم مهم كبير. انت كان وشك حلو عليه في ايه بقى؟ عمل ايه احلى حاجه عملها السنه دي؟ حاجات حلوه قوي قوي اكتر مني بكتير. كانت ادب والله. والله وش السعد، ويعني يمكن احلى مشاريع بنعملها في السنه اللي فاتت دي. فيا رب دايما كده وشها يعني حلو عليا وانا وشي حلو عليها. الجمهور بينتظر منكم حاجه في 2022 هتحققوها؟ انتوا طبعا عارفينها. ان شاء الله يا رب الفيلم يعجبك يا بوسي يا رب. ويعني قولي لي رايك في الدور. عثمان ابو لبن بقى، بما اننا احنا نادينا هاني، فهاني واقف خلاص قدامي، فدلوقتي انا مركزه مع عثمان. عثمان وهاني اصحاب يعني، هو بقى اصحاب والله. يعني بتحب افلام عثمان؟ ما هو بيغير جلده جدا جدا جدا، طول عمره مميز دايما عنده وجهة نظر ويعني برسبكتيف مختلف. فبجد هو يعني مبتكر ومميز جدا جدا. حضرت التصوير ليه مشاهد؟ جيت كام مرة التصوير الصراحة، يعني عدى بس كل ما يعدي لاقيني ما جيتش تاني صراحة. انا بجيش يعني، هرب. الموضوع ضغط نفسي جامد جدا يعني، بجد هي مهنة صعبة. بتعملوا بتعملوا ده مهنة صعبة. مهنتك اصعب يعني. انا بقف معاكوا بشوف ده حقيقي والله، يعني فعلا حاجة صعبة. شفته غير من دوره يعني في الحاجات اللي حضرتها؟ والله انا شفت اكشن معاهم، يعني بصراحه ما كنتش متخيل انها هتقدر تعمل المشاهد دي. بجد كانت مشاهد صعبه وفيها يعني كم اكشن، وبينطوا على حاجات وبيجروا على سلالم، يعني ما كنتش متخيل ان البراءه دي يطلع منها كل ده. انت ليك متجوز احمد السقا؟ لا احمد السقا انا جايه في الاكشن يعني. بقى جامد اكشن يعني. والله انا الحاجه اللي بتطلب مني بعملها يعني، بجازف كده يعني، مش بقول لا مش بخاف، بحاول على قد ما اقدر والله. حتى في ايام كانوا بتيجي دوبليره مثلا او ستانت عشان وما بنستخدمهاش يعني. هو عثمان بيجرب معايا يشوف حدودي، اعملي ده، طب اعمل خلاص، فبلاقي نفسي قال لي خلاص انا ما استخدمتش الدوبلير على فكرة. فطبعا وانا الحقيقة انت لازم برضو تبقي واثقة في المخرج ان هو عارف كويس هو بيعمل ايه، لان في حاجات فيها مخاطرة شوية. ما طبعا عربية تتقلب بيكي والحاجات دي لازم تبقى محكومة. وهو طبعا انا واثقة ان هو حاكم، هو بيبقى عارف هو بيعمل ايه يعني. فدي اهم حاجة. وانا الحقيقة يعني انت بتكتشفي نفسك يعني، كل ما بتحطي قدام تحدي او تشالنج بتعمليه اكتر. ولسه عندي عمل بعمله دلوقتي اسمه المشرحة اكتر يعني، كمان يعني خلاص دايسه كاهل. عملت انا ايه بقى؟ يعني شايفه غريبه. بيقول لي مفيش كوميدي، مفيش يعني ايه ده، يعني رعب 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 جامد جدا. انا بشكركم وسعيده بوجودكم معايا. انا في مره دخلت له بوش الكاهل ده طلع شيليه شيليه، حطيته في البيت كده، علقته لان انا عايشه كده في المود. طبعا طبعا اكيد الولاد لما يجوا يحضروا بقى العرض الخاص ولاقيهم كبروا كده وما شاء الله. يعني انا بالنسبه لي اول دي اشاره ان احنا مطمنين الفيلم، يعني بالنسبه لي انا اولادي يكونوا موجودين انا مطمن ان الفيلم هيكون مناسب ليهم. ودي دعوه انه للعائلات انه الفيلم عائلي، مش 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 موضوع ما فيش ما يدلش على كده. لا هو مش عارف ليه متاخد فكره انه فيلم رعب. هو مش رعب خالص يعني، هو مش رعب خالص، بالعكس هو ثريلر ممكن يعني شويه سسبنس، حاجه ظريفه. استاذ جمال محمد ما شاء الله ما بقاش حموده بقى، مش هقول حموده دلوقتي. لا طبعا. ايه حموده محمد قول لنا بقى، مبسوط ان انت بتحضر العرض الخاص النهارده؟ مبسوط قوي انه انا جاي مع بابايا اشوف الفيلم اللي هو اشتغل فيه، وشكله هيكون فيلم كويس قوي ان شاء الله. دي اول مره بتحضر معاه عرض خاص؟ اول مره. اول مره يعني دي حاجه حلوه. وانتوا بقى اول مره؟ انت كمان اول مره؟ لا تاني مره. لا شفت موسى. يعني حلو ان انتوا ولادكم يطلعوا ويشوفوا شغلكم. ليه بتبعدوهم عن الاضواء ليه؟ لا انا بالنسبه لي اوقات بحس انه مش مناسب انه لسنهم، يعني بلتزم بالحكايه دي، ولما يكون مناسب هيكونوا موجودين معايا. مش بالعكس، انا ما بحبش ابعدهم خالص. انا بحب يعني هم ما بيشوفوناش كتير يعني، ففرصه يكونوا معانا. طبعا التقاء بينك وبين جمال سليمان. يعني انا وجمال اتكلمنا عن الشخصيه،
ولكن ما اتكلمناش عن الكواليس والتقاء النجوم. يعني الشغل مع استاذ جمال ممتع دايما. احنا حبيبي كذا حاجه يعني اشتغلنا مع بعض كذا حاجه، افراح القبه كان اخرهم، واستاذ جمال سليمان يعني مش محتاج شهادتي خالص، حبيبي حبيبي يا استاذ زياد شيء كبير يعني. لا حبيبي الشغل مع استاذ جمال متعه والكواليس معاه متعه. انت نجم كبير وممثل رائع وانسان محترم وانا بحبك قوي، وكنت سعيد ان احنا اجتمعنا تاني مره بعد افراح القبة بالفيلم ده، والمرتين كانت حاجات حقيقي مشرفه فالحمد لله يعني. وطبعا وورق صعب افراح القبة والورق ده. لا الورق صعب، وخلي اياد يحكي لك على الايام الصعبه عالنومة بالكرفانات يعني يومين وثلاثه ولا لا 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 قول لي اصعب حاجه في الكواليس مرتين انت بيها وجمال هيقول لي اصعب. بالنسبة لي أنا كانت سيبك من فكرة أنه نلبس شتوي في الصيف ونلبس صيفي في الشتوي، دي بقت حاجة عادية بالنسبة لنا. برضو الموضوع مهم، الموضوع كمان في تنقلات كتيرة، في أماكن كتيرة صعبة، في حركة طول الوقت، دي من الحاجات الصعبة. وكمان أنت الموضوع بعمق معقد بس أنت بتقوله بطريقة سهلة، فأنت لازم تفضل محافظ على فكرة أنك أنت تقدم الموضوع بالكم الحقيقي بتاعه من المشاعر، ما تزودش ما تقللش يعني. الماسونية ايه علاقتها بالفيلم؟ بالفيلم ده والله ما اعرفش. لا 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 لانه هو يعني الماسونية كدلالة على جماعة بتحرك العالم من وراء الكواليس، الفيلم فيه حاجة كده، بس ما بقولش انه هي الماسونية لانه حكاية الماسونية عليها خلاف كبير جدا وبيتقال فيها كلام كتير، بعضه يمكن حقيقي وبعضه هو خيال واساطير وخرافات. بس اكيد العالم ده ما بيتحركش بشكل طبيعي يعني، بيتحرك يعني برؤيه معينه والفيلم بيتكلم عن الكلام ده يعني. اكيد. مين فيكو هيمثل؟ لا انا آدم. مخرج ان شاء الله. مخرج مخرج عاوز تبقى مخرج. هتجيب بابا في افلامك ولا جمال سليمان؟ لا بابا طبعا. تحب تاخد رقم تليفوني؟ خلوا بالكم الجيل ده اللي هيقود يعني، اوعوا تفتكروا يعني. طبعا محمد طبعا. ناوي تمثل؟ لا محامي. محامي هو اللي اداك القضيه بقى ترفعها، هو كتب لك كمال طاووس. سعيده بيكوا، سعيده باولادكوا، وعايزين نقول للجمهور اهو جايبين ولادهم. الكاهن مش فيلم رعب ولا فيلم مش للاسره المصريه والعربيه، النجوم جايبين ولادهم بكل حب يشاركوا معاهم العرض الخاص. خدوا ولادكوا وخرجوا قضوا راس السنه مع فيلم الكاهن، كوكبه كبيره من النجوم اللي بنحبها. الف مبروك، كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم، سنه سعيده عليكم. شكرا يا بوسي. ما تطولش اكتر من كده يا محمد. تنظيم فعلا موجود. ده دوري انا الكاهن. هدفهم السلطه والفلوس وفاكرين نفسهم فوق العالم. سوا على حاجه اكبر من رضيت اطلع مصطفى عبد الجليل بكتير. في حرب هتبتدي بين منصب الكاهن بيجي بالدم. حاول تفهم كان شغال عليه بالظبط وبيروح بالدم. مين اللي بيحاول يخلص منهم يا عالم؟ السر في العالم بيتحكم فيه. انت الوحيد اللي تقدر تدافع عن التنظيم. بيجي بالدم وبيروح بالدم. فيروز لازم تفتكر. فتحتوا ابواب الجحيم عليكم ودخلتوا حرب ما انتوش عندها. انت ما تعرفش انا عايز ازاي. انت الوحيد اللي تقدر تدافع عن التنظيم. وعملتوا لكل شر في الدنيا دي ساعه. انت كمان هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ هيقتلوك. مش قبل ما يفضحهم. ده دوري انا. مين معانا؟ مين معانا؟ بنشوف الكاهن. حلو خليه النهارده بنلتقي، وانا لسه بقول لجمال سليمان ودره بقول لهم انا سعيده جدا ان انا بشوف كل النجوم دول في فيلم واحد. الحقيقه انا سعيده قوي، والاسماء دي اصلا مش هينه يعني، كل اسم فيهم مش بسهوله تقنعيه بعمل فني. فلما يبقى استاذ حسين فهمي، استاذ محمود حميده، واستاذ جمال سليمان، اياد نصار، فتحي عبد الوهاب، اللي كان ليا الشرف اني اشتغلت مع معظمهم يعني،
يعني حقيقة الواحد متشوق قوي يشوف الفيلم ده، وخصوصا ان عثمان ابو لبن في اخر كام فيلم ابتدى ياخد اتجاه جديد عجبني قوي، وبقيت بستمتع بافلامه اكتر حتى من افلامه القديمه. يعني متعودين ان افلامه كليبات اكشن وضرب وكده، حاجات بتفرقع. انا عملت معاه فيلم فتح عينيك، بس الفيلمين الاخرانيين قصه حب وتوأم روحي، انا حبيت قوي الفيلمين دول، ومستنيه بقى اشوف تجربه الكاهن شكلها مختلفه عن الرومانسيه دي. فحقيقي ان شاء الله يكون حاجه يعني جميله. الافيش عباره عن ماسك بيغطي الوشوش بعبايه سودة، وده بياخدنا كل واحد لخياله لمضمون الفيلم. خيالك راح فين مع الافيش؟ يعني ما بحبش افترض حاجه قبل ما اتفرج عليها عشان ما احبطش. يا بوسي ممكن تبقي عندك فكره وبعدين تحبطي ان مش هي اللي في خيالك، فبحب اسيب كل واحد يعمل شغله ولما نتفرج نشوف. بس هو الفيلم شكله انه يعني في سسبنس، في دراما بوليسيه مثلا، شويه استقصائيه كده، يعني هو ده اللي باين من الافيش. يعني طبعا انا حاولت اوقع ابطال الفيلم، محدش عايز يقول هل هو فيلم رومانسي سياسي فيلم سسبنس، بيقولوا خشي وشوفي. فاحنا هنخش انا وانتي ونشوف ونعرف الماسك ده. بس قبل ما ادخل، سنه جديده شايفه الجمال 2022، مستنيه منها ايه؟ لا مستنيه منها كتير على الصعيد الانساني والكوكب، يعني ان ربنا يزيح الغمه بقى والوباء كله عننا كلنا، ويشفي كل مريض ويهون على كل يعني انسان جات له كورونا. وطبعا على الصعيد المهني يعني اتمنى ان ربنا يعني يبعت لي اعمال على المستوى اللي انا اتمناه ويعني اامل فيه، وعلى مستوى خبرتي واللي قدمته في مشواري المتواضع ده في المهنه دي، والناس تبتدي تشوفني بجد، يعني تشوف كل ده والناس لسه ما شافتكيش بجد. يا بوسي، لان انا يعني بعد الاختيار والدور الجميل اللي عملتيه وفي السينما 6 7 8 جايزه احسن ممثله من مهرجان دبي، يعني في حاجات مهمه في حياتك لسه عايزه الناس. بس اعمال اقل، انا اقدر اقدم اكتر من كده، يعني اقدر اقدم اكتر واقدر اقدم اعمال متنوعه اكتر من كده. هي مشكله الاداره والانتاج واداره المهرجانات هي اللي بتخليكي مش موجوده في خريطه الترشيحات بشكل كبير، او دايما فاكرينك مشغوله، في حين انه لا، يعني هو في الاخر شغل المهرجانات ده بيبقى طول السنه، بس في فريق عمل كبير مش بتعملي كل حاجه بايدك. يعني هو يمكن انتوا الجيل بتاعكم عنده مشكله ان المعروض كتير والطلب قليل، فانتوا جيتوا في وقت غلط، كان لازم تيجوا في زمن الفن الجميل، كانوا الفنانين قليلين والمعروض كتير. اعمال كانت كتيره جدا، كان استاذ محمود ياسين ما بيبقاش عارف حاطط هدومه في العربيه ومقسمين الافلام بينه وبين استاذ حسين فهمي. فيعني كان تاريخ السينما ده بيعملوا عجله الزمن ورجع لزمن الفن الجميل. لا ليه نجبر اللي موجود دلوقتي ان هم ينتجوا اعمال جيده عشان نوافق عليها ونوافق ان احنا نشتغلها؟ يعني احنا بنتمنى المنتجين بقى يصحصحوا معانا في 22. لا، وعايزه اقول حاجه تانية، في اساتذه مخرجين مهمين جدا، بس مش معنى ان هم كبروا في السن او في الخبره معناها ان هم يقعدوا في البيت، لانه الحقيقه عندهم لسه كتير يدوه ونقدر نتعلم منهم. فاحنا بس نراعي يعني انه احسن مما نروح نعمل اعمال فاشله، لا ندور على شخص عنده مشهود له بالكفاءه وتاريخ وكذا، ونرجع لاساتذتنا دول ونرجع نديهم اعمال كمنتجين. يعني ان شاء الله انا متفائله ب 22، وعايزاكي تتفائلي معايا، شايفه كله هيشتغل، كله هينجح وكله هينبسط، هترجع السينما اللي بنحبها، هنشوف دراما مهمه، المطربين هيعملوا لنا اغاني حلوه، لازم نصدر الطاقه. انا نازله باغنيه جديده ان شاء الله اول السنه اسمها حاجه واحده، اغنيه كده نسائيه للبنات ومن البنات وعن البنات، ان شاء الله تعجب الناس لانها برده جريئه كده وجديده شويه. وان شاء الله برضو زي ما قلت يبقى في اعمال، وانا عاجبني فكره ال5 حلقات وال10 حلقات، بتدي فرصه لناس اكتر تشتغل ورا الكاميرا وقدام الكاميرا، سواء نجوم وممثلين او فنيين. فدي برضو علامه كانت مضيئه قوي في 2021. طب قولي لي حته بقى من الاغنيه نقفل بيها نفرح كده بقى السنه الجديده. حاجه واحده اللي انتوا شاغلين بالكم بيها، لو مش موجوده بتمشوا وتشوفوا حاجه بعديها. ايه هي الحاجه الواحده؟ هنشوف بقى يا فوسى. تفتكروا ايه هي الحاجه الواحده؟ كل واحد واجتهاده بقى، انا ما اقصدش حاجه معينه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا فوسى. البسي الماسك ليش حد يشوفك. البس الماسك ده، اعملي الغموض بتاعك. ما زلنا معكم، بشكرك جدا، كل سنه طيبه، وما زلنا معكم، ما زلنا مع النجوم، واحلى النجوم هنشوفها دلوقتي على ريد كاربت الكاهن لعثمان ابو لبن. تابعونا.
الحاجات الجميلة جدا النهاردة ان انا بشوفها على ريد كاربت جديد النجمة حنان سليمان اللي انا سعيدة بوجودها وسعيدة انها مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن او عشاء الفن اللي بجد. حنان برحب بيك وبقول لك الف مبروك وان شاء الله يعني تكوني استمتعتي. انا حاسه ان انا هستمتع بفيلم حلو فاكيد استمتعتي. انا بستمتع على طول مع الاستاذ عثمان، يعني انا بشتغل معاه ببقى رايحه سعيده، رايحه كاني بقى بعمل حاجه انا بحبها. هو ده الفن اللي انا بحبه، هي دي السينما اللي انا حبيتها يعني. وهذا ده الشغل، حتى سيستم الشغل واحنا شغالين هو ده الاتموسفير اللي احنا كنا بنشتغل بيه كلنا زمان. طبعا الفن الجميل هو ده اللي احنا حابينه، هو ده اللي احنا حلمنا بيه. وخصوصا كمان ان معاكي مجموعه من النجوم يعني كل واحد منهم مدرسه فنيه مختلفه. ده حقيقي ده حقيقي يعني ده حقيقي. كان دورك مع مين فيهم ولا تعاملتي معهم كلهم في الفيلم؟ لا الحقيقه انا تعاملت مع استاذه دره، استاذ اياد نصار، استاذ فتحي عبد الوهاب. ما التقيتيش بحسين فهمي وجمال؟ للاسف بس هلتقي بيهم دلوقتي. دلوقتي هتلتقي بيهم. الكاهن، من هو الكاهن؟ هتفرجوا تعرفوا اكيد، بس المضمون اللي عليه اتبنى الفيلم وقدر انه يجمع كل الشخصيات، هل الورق مغري لدرجه ان كل النجوم دي ما تقولش لا؟ قوي لانه أولاً هو معمول درامياً بحبكة صح جداً حلوة جداً، بالإضافة أنه هو بيخاطب حياتنا اللي إحنا فيه، تساؤلاتنا دلوقتي. إحنا دلوقتي أكثر تساؤلاً من حياتنا زمان. زمان إحنا كنا بنبقى ماشيينها عارفين الخطوة الجاية إزاي وإيه وفين، ما عندناش يعني. هو هتخش الفيلم هتنبسطي قوي، يعني مش عايزه كده. الشخصيه بتاعته هي دكتوره بتعالج بالاعشاب الطبيعيه، وبالتالي هي قاعده في مكان مناسب جدا لفكره الاعشاب، لان غالبا الاعشاب دي والنباتات دي بتطلع في اغلبها في الصحراء. فهي كده. انت بتؤمني بالعلاج بالاعشاب؟ طبعا. اتعاملتي مع ناس كده؟ لا ما تعاملتش، بس انا مؤمنه ان الاعشاب دي ربنا عملها لنا فيها خير لينا اكيد. هو زي ما خلق الداء وخلق الدواء، الدواء هيبقى فين؟ في اللي هو خلقه. انا بشوفها كده يعني. انا يعني سعيده بيكي، وهنشوف الفيلم ونتكلم اكتر عن دورك ومنوره معاك. ميرسي. انا بشكرك. ميرسي يا حبيبي. حاتم سعيده بالنشاط والنجاح. بدانا بعروستي، بس انت ما كنتش معانا على الريد كاربت، كنت على السوشيال ميديا، كنت مسافر. عثمان ابو لبن الفتره الاخيره بيغير من نفسه طبعا. يعني بدا بنوعيه من الافلام، ولكن اخر فيلمين ليه داخل في سكه جديده. شايف ان الكاهن ده بدايه سكه ثالثه لعثمان ابو طبعا لبن؟ انا شايف الكاهن تحديدا مش شبه اي جانر بيحصل دلوقتي، لانه فيلم ليه ابعاد سياسيه كبيره جدا، وفيلم خاص يعني، مش فيلم شبه الافلام اللي احنا متعودين عليها، ومش هيعمل زيه كتير اكيد بطبيعه الحال. يعني عاده السائد هيكون افلام رومانتك او دراما او كوميدي، بس مش هيبقى السائد فيلم سياسي خاص بيتكلم عن الماسونيه يعني. الكاهن قدر ان عثمان ابو لبن يجمع النجوم دي. تفتكر الجيل الجديد ممكن يقتنع بورق ويطلع ولو مشهد واحد ويتجمعوا كوكبه من النجوم في فيلم واحد؟ اعتقد الثقافه دي ابتدت تبقى موجوده بشكل مهم في الاختيار السنه دي. اعتقد اسمع يعني بعيدا عن الاختيار ان في اسامي كبير، في كيرة والجن، في الاختيار ده حاجه قوميه للبلد يعني، لكن احنا جداً لو في كيرة والجن،
في احمد عزيز وكريم عبد العزيز، ودي اسامي كبيره جدا عمرها ما بتتجمع في فيلم واحد، وغير الممثلين التانيين اللي معاهم اللي هم ممثلين كبار جدا كل حد فيهم ممكن يعمل فيلم، فبرضه ده جديد بالنسبه لنا. واسمع ان في حاجه تانية بتحصل برضه فيها كذا حد مع بعض. انت بتحب ان انت تبقى في عمل بيكون فيه مجموعه من النجوم بيديكوا يعني بيخلي الفنان عنده اكتر يطلع اكتر ما عنده مباراه حلوه انه بيبقى واقف الكوكبه دي 100%. ده بيبقى تشالنجينج جدا عشان معاك كل حد ليه جمهور كبير وعايز تبقى في احسن حاله وعايز تبقى كويس وعارف انك كسبان كده 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 كل اللي في الفيلم ده بشكل او باخر يبقوا كسبانين لان هم بياخدوا من الجمهور بعض وبيكبروا بعض وبيعملوا حاجه ليها ايمج حلوه جدا هتفيدهم في اللي بعديه فهي تجربه كبيره طبعا. هتبدا السنه مع نيلي كريم وحدث مهم مسلسل مهم لابراهيم عيسى طبعا. ورق ابراهيم عيسى ورق مهم جدا. الشخصيه اللي اخترك فيها ابراهيم عيسى في ورقه جديد عليك؟ خالص. لا خالص خالص، مش اللي هو انا بعمل شخصيه جديده وكده، لا هو خالص، لدرجه ان انا لحد دلوقتي عندي مشكله لسه مش عارف هعمل ايه يعني فيها ومش عارف اعملها ازاي، ومستني اقعد مع ناس كتير عشان اعرف ابدا ارسم لها خطوط عريضه لاني مش عارف اعملها غير لما اعمل ده، يعني غير كده مش هكون بعملها، بس شخصيه بعيده عني خالص يعني. يعني اتمنى طبعا تبدا السنه بدور مهم وجديد ان شاء الله جداً وتلاقي تقدر تمسك بقى الشخصيه تدخل عليها نفسي. وخصوصا معاك مندو العدل من المخرجين طبعاً. اللي بيقدروا ان هم يقفوا مع النجوم ويساعدوهم لغايه لما يدخلوا جوه الشخصيه جدا يعني. جدا جدا فاتمنى لك انت ونيلي نجاح كبير، وعارفه كمان في كوكبه طبعاً كبيره هلا صدقي ومجموعه من النجوم شريف سلامه وهلا صدقي صح هلا صدقي ان شاء الله يبقى عمل مهم بورق مهم ومخرج مهم وانتاج مهم يعني عوامل النجاح كلها موجوده. كل سنه وانت طيب. طيب حبيت 2021 حبيتك عشان شفتك قبل يوم. انا اللي مبسوطه ان انا اشوفك واتمنى لك ان 22 تبقى احلى ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب. طيب يا حبيبي. مش المهم يوم الصبح يدي عشان بالليل يلم يقرب البعيد ويبعد القريب وعشرة الشياطين بتشيطن الطيب وانت فاهم انك فاهم وما تعرفش انك مش عارف بزنس وصراع مصالح واخد في وشه طايح ومين يفرق خير وشر وكل بعض سايح على كسر الفضول يستكشف المجهول ماشي في ارض المشاكل بيدور على الحلول. بدأنا معاه السنة في زقاق المداء ومسرحية جديدة حققت نجاح كبير جدا 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 ومن مصر لإسكندرية بترجع تاني القاهرة وبتحصد جوائز عديدة. كل سنة وانت طيب. ساعة سلامة. بدأناها بالمسرح بنختمها بالسينما. أيهما أسعد؟ أنا بدأتها بالسينما كتصوير لكن لا احنا بنختم بقى كعرض للجمهور يعني أيوه. العودة للمسرح والعودة للسينما أيهما الأقرب لقلبك؟ طبعا كل حاجة لها رونقها معايا يعني أنا بحب المسرح وبحب السينما وبحب التلفزيون وبحب الإذاعة يعني أنا لأن أنا متربي على الأربعة دول أكيد أكيد فطبعا لها رونق طبعا إنك تعملي بقى سينما بشكل جديد ده بالموضوع المهم ده بانك تعملي جرس انذار وبتاع ويبقى من المستوى العالي في التكنيشن والموضوع هو ده اللي يسعدني اكتر من اي حاجه تانية. عثمان ابو لبن
ولا المؤلف اللي قدر يجمع كل النجوم ديت في فيلم الكاهن؟ والله هما الاثنين على فكره لما تقعدي معاهم عندهم كيمياء مع بعض يعني بيتعاونوا مع بعض والاثنين لهم تفكير. بس طبعا انا بهني محمد ناير ان هو ان شاء الله هيبقى يعني سيناريست كبير وواعد يعني انه بيعمل موضوع مهم زي ده في الوقت ده. وبهني طبعا عثمان لانه عامل تكنيك عالي جدا وهو على فكره من الناس اللي تحس ان هو من زمن القديم يعني مستواه عالي جدا، بيحب السينما بيحب الفن بيعمل تكنيك عالي وفي نفس الوقت بيعمل جو حلو جدا تخليكي تبقي مستمتعه وانت بتشتغلي معاه. الشخصيه هنا اللي خليتك تبقى في وسط الكوكبه ديت ايه؟ الموضوع هو اللي خلاني. لا ده ما بحبش احرقها على فكره، انا بحب اخلي جديده عليك. طبعا جديدة عليا. ولا عملتها قبل كده بس بمزاج جديد؟ لا 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 جديدة عليا طبعا. جديدة عليك. هو كل الموضوع هتلاقي ان في على فكرة يعني الكوكبة الكبيرة قوي في الفن في الممثلين ده هتلاقي في صراع في التمثيل عالي جدا، فطبعا ده حاجة جميلة يعني. اكيد يعني انا سعيدة بوجودك وقالولي ان في مفاجأة معاك النهاردة بتحضر معاك على الريد كارب. طبعا احفادي. يعني دي مفاجاه سعيده الله جدا يخليك. بنبدا بيها السنه دي وبنقول لها كل سنه وهي طيبه، نورت معاك وان شاء الله تدور حياتك في ان شاء الله. دي جميل ميرسي خالص. بشكرك. جيت العرض الخاص وشفت الأفيش وشفت المعمول في العرض الخاص، شفت المجموعة اللي اتجمعت في الفيلم ده من النجوم، وشفت قد إيه الاستقبال مهم جدا النهاردة في العرض الخاص. قلت لهم عايزة أشوف المنتج، عايزة أشوف المنتج اللي قدر يجمع كل النجوم دي، ودي حاجة صعبة جدا. ممكن عثمان أبو لبن يكون قادر إن هو يجمع النجوم دي، أو المؤلف ممكن الورق أو الأدوار حلوة، لكن مين المنتج اللي هيقدر يدفع لكل النجوم دي؟ ومش بس كده، ده عامل عرض خاص كبير ومهم، فبقدم لكم المنتج ياسر صلاح اللي بيقدم بيك. فيلم مهمة مع ختام 2021، وبقول لك ألف مبروك. أهلا بيكي يا أبو. إزاي عملت الأفيش ده؟ والله ده طبعا الأول هبدأ أتكلم عن ده إنتاج مصري سعودي مع إحنا شركة سيني برو وبالشراكة مع شركة أد دايمنشن أستاذ زكي حسنين. ودي مش أول شراكة ما بيننا، إحنا عملنا قبل كده قصة حب، فيلم اسمه قصة حب وحقق نجاح الحمد لله، وده تاني شراكة ما بيننا وإن شاء الله داخلين عمل تالت مع بعض إن شاء الله. فالحمد لله يعني طبعا قدرنا بالشراكة ديت إن احنا نقدر نجمع المجموعة اللي حضرتك شايفاها ديت في على الأفيش، والحمد لله يعني ربنا وفقنا فيها. يعني كان في صعوبات، كلمني عن الكواليس علشان تروح كل واحد منه بطل ممكن يعمل او يشيل فيلم لوحده، فعشان تروح تقنع الناس دي ايه اكتر حاجه تعبتك او لقيت ان الموضوع ما كانش متعب؟ بصراحه ما حدش اتعبنا في حاجه، هم الورق شدهم كلهم. يعني كل واحد كان الدور اللي كان رايح له في الورق عجبه جدا وشايف نفسه فيه للاخر، وكلهم رحبوا بالتوليفه مع بعضيهم، وكانت طبعا كانوا مع بعض في الكواليس حاجه في منتهى الجمال يعني. اكيد. يعني المغامره في انتاج فيلم الكاهن لانه بيدور في مضمون اول مره يعني السينما بتدخل في الاعماق دي في المواضيع دي وحاجه حساسه وممكن يعمل لكم مشاكل كتير. فليه عشان يعني حبينا بس يعني نطلع بره الصندوق شويه.
ونحاول نخلي الناس تفكر معانا. يعني ما نبقاش بنعمل برضو نفس مواضيع الافلام اللي بتتكرر كتير قصة قوي، قصه الحب الاكشن الكوميديا يعني هو ده برضو يعني في الدراما وفي كل حاجه. لكن فتحنا موضوع يمكن ما حدش فتحه قبلينا. بس الماسك اللي مستخدمينه على الافيش دلاله على ان الموضوع ده موجود في حياتنا، بس احنا حاطين عليه ماسك مش عايزين حد يشوفه. هي بالظبط كده، هي في حاجات كتير في حياتنا عليها ماسك محدش بيشوفها محدش يعرفها، لكن هي موجودة طبعا موجودة، لكن مش كل الناس عارفها. هنا هنعرفها ولا برضو هيبقى فيه حرص في الموضوع وهيبقى فيه ماسك؟ هو دايما هيبقى فيه ماسك طبعا، مش هي يعني هنعرف جزء منها لكن مش هنعرفها طبعا للآخر. يعني الرقابة كان دورها معاكو ايه؟ الرقابة معنا بجد من الاول خالص، من هو ورق كان ليهم شوية الاول حاجات برضو اتعملت، وبعدين الفيلم حصل له مشاهدة بعد ما خلص، ومنتهى التعاون ومنتهى التفاهم ومنتهى الرقي والثقافة كمان يعني. الحمد لله. الدمج ما بين السعودية والإنتاج المشترك ومصر وشركتين هيبدأوا في سلسلة من الأفلام. إن شاء الله. هل الخطة محطوطة لنوعيات مختلفة لإنتاج مشترك من فنانين من الوطن العربي؟ شكل الخطة الجاية إيه في 2022؟ شكل الخطة اللي جاية إحنا داخلين مجموعة أفلام وفيها إنتاج، فيها طبعا ممثلين من جميع الوطن العربي، حتى في الفيلم ده يعتبر احنا عندنا استاذ جمال سليمان طبعاً، وإياد نصار ودره وسوريا وتونس ده يعتبر بالظبط ده تجميع عربية ومعظم الافلام اللي داخلينها برضو فيها نفس الحاجات كده. ان شاء الله يحقق النجاح اللي بتتمنوه، وان شاء الله عايزين افلام كتير بتجمع نجوم كتير إن شاء يعني الله. النجم الواحد دي ما بقيناش محتاجينها الفتره دي. لا احنا داخلين الفيلم اللي جاي كمان اسمه هيصه ده في مجموعه بقى كمان كبيره قوي. ان شاء الله عايزين نعمل احلى هيصه، هيبقى مفاجاه احلى هيصه ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي، الله يبارك فيك، وميرسي على ان انت جيتي. مبروك. هل في مجلس سري في العالم بيتحكم فينا؟ لو كملوا على الحاله دي حياتنا كلها هتبقى في ايديهم. حاول تفهم اللي كان شغال عليه بالظبط ومع مين. دي حرب هتبتدي بينا. ما شغالين سوا على حاجه اكبر من رضيه قتل مصطفى. مين اللي بيحاول يخلص منهم يا علي؟ اللي فاكر نفسك النهارده اكبر منه بكره جايز تقلب البحر عليه عشان تلاقيه. حاولت الاقي الدليل اللي يثبت ان التنظيم فعلا موجود. هدفهم السلطه والفلوس وفاكرين نفسهم فوق العالم. منصب الكاهن بيجي بالدم وبيروح بالدم. فيروز لازم تفتكر. فتحتوا ابواب الجحيم عليكم ودخلتوا حرب ما انتوش عندها. انت ما تعرفش انا عايز ازاي. انت الوحيد اللي تقدر تدافع عن التنظيم. وعملت لكل شر في الدنيا دي ساعه. انت كمان هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ هيقتلوك مش قبل ما يصبحوا. ده دوري انا الكاهن. انت اكتر واحد اتكلمت على الريد كاربت يا جماعه، كل الناس هجمت عليه. طبعا هو المخرج وبيشارك في الانتاج مع ياسر وعامل فيلم مجمع فيه كل النجوم ديت، لازم تقف تتكلم على الريد كاربت 3 ساعات. انا خطفتك اخر واحده بقى، قلت استفرد بيك بعد الفيلم ما بدا وانا عايزه اشوفه. منور الدنيا يا اسطى. ربنا يخليك يا استاذ بس، ربنا يكرمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الفشار حلو، تفتكر الفيلم هيبقى احلى من الفشار؟ يا رب يا رب يعجب الناس يا رب يا رب. اولا الف مبروك، وتاني حاجه عايزه اقول ازاي قدرت تجمع كل شغلة انتاج ولا شغل مخرج ولا الورق؟ بص هي بالترتيب كده، ورق وبعد كده انتاج وبعد كده المخرج. لما يبقى الورق حلو بيشجع الانتاج، وطبعا معانا منتج زكي حسنين الدايمنشن. الورق كان حلو فشجعنا ان احنا نقدر نقدم الورق ده للممثلين. ممثلين طبعا نجوم كبيره، فالانتاج تحمس. الممثلين لما لقوا الورق حلو وعجبهم تحمسوا بالمشروع، فبقى عندنا مشروع. بس يعني ما فيش حد منهم مثلا كان بيتكلم طب الاسم، طب دوري اكبر، طب دوري الورق، خلاهم كلهم يمضوا بدون اي شروط؟ ما حدش حط اي شرط؟ والله ما حد حط شرط خالص. ولا الثقه في معاك، حبهم ليك، خصوصا جمال سليمان عمل معاك احلى عمل، دره اشتغلت معاك، اعتقد معظمه اياد، اعتقد معظمهم اشتغلوا معاك قبل كده. انا ما اشتغلتش، كنت مع الاستاذ فتحي ولا محمود حميده ولا الاستاذ حسين فهم. والحقيقه انا ما قابلتش اي مشكله مع حد في الاتفاق، يعني الناس كلها كانت متحمسه، الناس كلها كانت حابه الفيلم وحابه الورق وشايفين قد ايه المشروع ده مهم.
فالناس كلها شاركتنا في مشروع على طول. يعني أنا بدأت مع عثمان خطوة بخطوة في كل لوكيشن وكل تصوير، وبداياته كان نروح الصحراء وانفجارات وعربيات بتطير، كان بيبهدلني بهدلة جامدة جدا في كل لوكيشن. الفترة الأخيرة يمكن من قصة حب وتوأم روحي بدأ عثمان بيغير جلده، فهل الكاهن تغيير جديد مع بداية سنة جديدة؟ بصي، هي مش غير جلدي، انا لما بلاقي حدوته ببقى عايز احكيها للناس، عايز الناس تتفرج عليها وتتفاعل معاها، بعملها بغض النظر هي عن ايه. يعني ما بقولش اصل دلوقتي عايز اعمل رومانسي، يعني دايما بقى عندي خطه كده وعندي بروجكت وعندي مشروع. في فرق من واحد بيبقى بيشتغل واحد عنده مشروع. انا دايما عندي مشروع، عندي حدوته عايز احكيها، احكيها بقى ازاي، يعني الورق بتاعها مناسب مش مناسب، كل حاجه وقتها بقى. ليه اخترت الحدوته الصعبه والموضوع اللي محدش بيقدر يتكلم فيه، موجود عايش معانا حوالينا ولكن دايما عليه ماسك، وده كان اختيارك للأفيش؟ انت بتكلمي صح 100%، هو موضوع محطوط عليه ماسك، موضوع مستخبي، لكن لو جينا اتكلمنا الحقيقة احنا عايشين فيه زي ما انت بتقول. احنا نظرية المؤامرة عايشين فيها من زمان جدا مش من النهاردة، فهل نظرية المؤامرة دي هي بتحكم فينا، بتحكم في حياتنا ولا لا؟ هو ده اللي بيطرحه الفيلم. هل تعمقت أكتر في القراية بعيداً عن السيناريو علشان تطلع بفلسفة يمكن عايزين نوصلها للناس، أو عمق أكتر لموضوع الماسونية ممكن الفيلم يقدر يفهمه أبسط للناس؟ هي مش الماسونية، الجماعات السرية، الجماعات المستخبية، كل أي تكتل مستخبي خلاص دايماً وراه مصيبة. التكتلات او الجماعات المستخبيه دي دايما بتعمل مشاكل، وبدليل سياسيا احنا مؤخرا شفنا كل الجماعات المستخبيه دي عملت مشاكل كتير. فده اللي احنا بنطرحه، ده اللي احنا بنقوله. فيلم زي الكاهن، فيلم الناس لما شافته او شافت افيشه، بعض الناس راحوا ان ده مثلا فيلم ممكن يكون مش للعيلة، ولكن فوجئت بوجود الفنانين انهم مصرين يجيبوا ولادهم الصغيرين معاهم لإثبات للناس ان لا، ده فيلم للأسرة، لا هو فيلم رعب ولا ساسبنس ولا فيلم سياسي، ده فيلم ممكن الأسرة المصرية كلها تشوف. الأجيال الجديدة محظوظة وعندها مشكلة، محظوظة انها بقى التكنولوجيا قريبة منها جدا، بيتعاملوا معها بسهولة جدا. هاتي تليفون سمارت فون لطفل عنده 3-4 سنين هيفتحه، هيروح عامل كده وفتح. خلاص، هم اللي بيعلموا الاجيال اللي قبل كده، يفتح الابلكيشن، يشغل الجيم، يشغل مزيكا، يشغل حاجته، بقى خلاص هو عارف يتعامل. علامه البلاي هو فاهم هو بيدوس عليها ايه ويشغل ايه. فلما يبقى طفل عنده 3 سنين قادر يتعامل مع التكنولوجيا بالمنظر ده، طيب ما انا لازم اشرح له برضو ان التكنولوجيا دي زي ما هي حلوه بالنسبه له كده ليها مخاطر، فيها مشاكل. فده حاجة من الحاجات اللي احنا طرحنا في فيلم يعني. وده مهم جدا، لان كتير من الابناء او الصغيرين في الفترة الاخيرة اتعرضوا لمشاكل، وفي ناس طبعًا انتحرت وشنقت نفسها طبعًا بسبب العاب تكنولوجيا داخلة على البيت العربي. يعني الاهل ما هدوش لولادهم ان هم يتعاملوا معاها، فحلو انهم يشوفوها في السينما. يعني ده حقيقي. يعني قال ياسر ان انتوا عاملين سلسله من الافلام مع انتاج مشترك ما بين مصر والسعوديه، فيلم هيتعرض هنا هيتعرض في نفس اللحظه في السعوديه. بالزبط. وان في سلسله من الافلام القادمه، في خطه لنوعيه معينه من الافلام ولا حسب الورق الشكل اللي جاي في 2021 الانتاج المشترك المصري السعودي، وخصوصا لسه جاي من الرياض وجده وشايفه الانفتاح والفن والسينما، ويمكن اكبر عدد سينمات شفتها كانت موجوده في الامارات. انا في السعوديه. انا عايز اشرح لحضرتك حاجه، احنا كلنا بنتكلم لغه واحده، وعاداتنا وتقاليدنا قريبه من بعض جدا جدا جدا، فلازم احنا ما نكلمش كل واحد كل بلد تكلم نفسها، لازم نتكلم ريجن، لازم نتكلم في اطار الوطن العربي مفتوح. كله مفتوح. لازم الحواديت تبقى ما بتتكلم عن الوطن العربي كله، ما بتتكلمش على جهه معينه. احنا النهارده عندنا استاذ جمال سليمان سوري، استاذ اياد نصار اردني، استاذه دره تونسيه، وممثلين مصريين، خلاص انتاج سعودي مصري، فانت بتتكلمي في تركيبه جامعه اجزاء كتير من الوطن العربي. عشان نعمل التكامل ده، عشان نبقى عندنا حواديت نكلم بيها
الوطن العربي كله ما نكلمش نفسنا بس. أكيد يعني أتمنى هيصة كمان إن شاء الله. يكون في كوكبة كبيرة بين النجوم ده اللي هتبدأ بيه خطتكم في 21 إن شاء الله 22 إن شاء الله. بتمنى لك النجاح وأقول لك ألف مبروك الله يبارك فيك وتحقق اللي بتتمناه وكل نجومنا اللي شاركوا في الفيلم يحققوا نجاح كبير من خلال عملنا. شكرا لك. شكرا ربنا يخليك ربنا يخليك. اتفضلي يلا بقى يا جماعة في شارك معاك خش على الفيلم.